أخبرنا محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه لحاجة فأذن له فذهب يطلبها فلم يجدها فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالمطر فوجد المرأة جالسة على غدير ماء فدفع في صدرها وجلس بين رجليها فصار ذكره مثل الهدبة فقام نادما حتى أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بما صنع فقال له استغفر ربك وصل 4 ركعات قال وتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآية. أورد الشيخ رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما عند الإمام البزار، لكن تبين له أنه معل فنقله إلى أحاديث معلة. الحديث عن ابن عباس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب امرأة فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأذن له فانطلق في يوم مطير فإذا هو بالمرأة على غدير ماء تغتسل، فلما جلس منها مجلس الرجل من المرأة ذهب يحرك ذكره فإذا هو به هدبة، يعني الهدبة التي تكون في الثوب في أسفل الثوب. قال فقام فأتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صل 4 ركعات. فأنزل الله تبارك وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الآية. قال البزار لا نعلمه بهذا اللفظ إلا عن ابن عباس، ولا نعلم رواه عن ابن عيينة إلا عبيد الله بن موسى، لكن هنا السند عند عبد الرزاق يختلف، والمحقق يقول في سنده محمد بن مسلم وهو الطائفي صدوق يخطئ. الحديث من حديث ابن عباس لكن له شواهد، لكن بهذا اللفظ ذكره الشيخ في أحاديث معلة، وذكر هنا قال وقال عبد الرزاق، هنا الحمد لله ذكر السند الذي في تفسير من كثير في تفسيره عن محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة وذكر الحديث، فالصحيح أنه مرسل، الحديث مرسل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف لا يحتج به. لا حتى طريق عبد الرزاق ذكرها هنا، يعني هنا ساقه من طريق البزار ثم أيضا أورده وسأل أورد الأسئلة التي سأل أبو حاتم الرازي، قال وقال أبو حاتم الرازي وقد سأله عن هذا الحديث ولده، هذا خطأ. حديث ابن أبي عمر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن يحيى
ابن جادة عن النبي. إذن الصحيح المرسل، الصحيح أنه مرسل، وهذا هو الذي بين أيدينا عن يحيى بن جادة في مسند ابن عباس، وعلى المسانيد في مسند ابن عباس. قال: وقال ابن جرير حدثنا عبد الله بن أحمد ابن شباوي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثني عمرو بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة يقول، انظر في التقريب، سليم بن عامر أو سليم، أنه سمع أبا أمامة يقول: إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أقم في حد الله مرة أو اثنتين. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقيمت الصلاة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصلاة قال: أين هذا الرجل القائل أقم في حد الله؟ قال: أنا ذا. قال: هل أتممت الوضوء وصليت معنا آنفا؟ قال: نعم. قال: فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تعد. وأنزل الله على رسول الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. هذا السند عند الإمام ابن جرير سند صحيح. طيب، هذا سليم ابن عامر، سليم ابن عامر، وكل ما في التقريب سليم إلا سليم ابن حيان من رجال الجماعة، وإلا كل ما في التقريب اسمه سليم بضم السين إلا سليم ابن حيان الهذلي فبفتح السين. قال رحمه الله: وقال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف، والحديث ضعيف بسببه، لكن له شواهد، وقد حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال عن أبي عثمان قال كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ فقلت ولم تفعله؟ فقال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا معه تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه. فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولم تفعله؟ فقال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحات خطاياه كما تحات هذا الورق. وقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الحديث كما سمعنا ضعيف. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب، وميمون ابن أبي شبيب
لم يسمع من معاذ فهو منقطع. قال عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا من هذه الطريق فيه انقطاع، لكن الذي بعده. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب عن ميمون ابن أبي شبيب عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث أيضا العلة هي العلة. وقال أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شبر بن عطية عن أشياخه عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال: قلت يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: هي أفضل الحسنات. نعم، هذا يعني في الشواهد، وله جملة من الطرق، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله بشواهده. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا هذيل بن إبراهيم الجماني قال: حدثنا عثمان بن عبد الرحمن الزهري من ولد سعد بن أبي وقاص عن الزهري عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طمست ما في صحيفته من السيئات حتى يسكن إلى مثلها من الحسنات. قال عثمان بن عبد الرحمن يقال له الوقاص، فيه ضعف، الحديث ضعيف جدا. وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا بشر بن آدم وزيد بن أخزم قال: حدثنا الضحاك بن مخلد قال: حدثنا مستور بن عباد عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، ما تركت من حاجة ولا داجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى ارتكب ذنوب الصغائر والكبائر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أليس تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: بلى. قال: فإن هذا يأتي على ذلك. تفرد به من هذا الوجه مستور، وهنا المحقق يصححه، قول إسناده صحيح. إلى هنا بارك الله.